مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من بعد الصافره، البرنامج اللي بنطرح فيه كل يوم اربعاء القضيه الابرز على الساحه الرياضيه العربيه والعالميه. معي انا عبيد نفا. موضوعنا اليوم اكبر من مجرد موضوع رياضي، القضيه ممكن تشكل خطر على العلاقه بين دولتين، ممكن تتجاوز اطار الرياضي بحال التعامل معها بشكل خاطئ، ممكن بالمقابل تكون نموذج للاخوه والروح الرياضيه اذا تعاملنا معها بوعي. كلنا شفنا اللي صار بمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي، واللي ما شاف سمع، لأن الموضوع صار حديث الشارعين المصري والتونسي خلال الفترة الماضية. المباراة شهدت بعض الأخطاء التحكيمية المؤثرة وصار في اعتراض كبير من الجانب التونسي، وحدثت تهديدات من بعض الإعلاميين مع الأسف الشديد وبدون ذكر أسماء للأهلي. هذا فعلا شيء مؤسف. لا يلام الترجي على الاعتراض على الأخطاء التحكيمية، ولكن الأمور لازم دائما تبقى ضمن إطار رياضي، لأن الخطأ التحكيمي دائما وارد بكرة القدم رغم وجود الفار. بعض العمليات بتكون تقديرية بالنسبة للحكم وطبيعي يصير فيها أخطاء. طيب، بدون ما نخوض بتفاصيل التحكيم اللي هو جزء من اللعبة وبدون ما نفكر بنظرية المؤامرة، ربما خلونا نحكي بالمهم أو الأهم، هو أن مباراة الذهاب انتهت بسلبياتها وبإيجابياتها، فاز من فاز وخسر من خسر. نحن اليوم بانتظار الشوط الثاني من النهائي، وبإيد الجماهير والإعلاميين واللاعبين والكوادر الفنية أنه يخلوه شوط جميل يدل على أخلاق الشعبين التونسي والمصري، أو أنه يخلق أزمة أكبر من الرياضة وأكبر من كرة القدم بين البلدين. ونذكر هون دائما باللي صار بين مصر والجزائر على خلفية مباراة أم درمان بتصفيات كأس العالم 2010، والأمثلة الأخرى كثير. كرة القدم خلقت لتقرب الشعوب وتوحد الناس، ما خلقت ليصير فيها دم. تخيل انك تأذي انسان لفظيا او جسديا بسبب لعبة بتنتهي بصافرة حكم وما عاد فيك تغير فيها اي شيء، هل هذا الشيء بيقبله العقل؟ 100% لا. نداء خاص للجماهير التونسية والمصرية، للاعبي الفريقين، للجهازين الفني والاداري، خلونا نشوف مباراة رائعة فنيا نستمتع فيها، نسود فيها اجواء الود والتسامح، وطبعا التسامح من شيم الكبار، والفائز مبروك عليه. الأهل كبير والترجي كبير، وعندي ثقة مطلقة بوعي الجميع بانتظار الإثبات. وأخيرا وقبل ما نختم، منروح لأبرز نتائج مباريات الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا. الإنتر خطف تعادل ثمين من برشلونة رغم تفوق الفريق الكتالوني طيلة المباراة، ولكن اللي بيضيع بيخسر بالآخر، هذه قاعدة بكرة القدم. نابولي تعادل مع باريس سان جيرمان وأضاع الفريقين فرصة اقتناص صدارة المجموعة من ليفربول اللي خسر بدوره بشكل مفاجئ أمام النجم الأحمر الصربي بهدفين نظيفين. أما أتلتيكو مدريد فحقق فوز مهم جدا على دورتموند واستعاد أماله بالتأهل. هذا كان كل شيء بحلقة اليوم من بعد الصافرة. لقائنا الأربعاء المقبل دائما عبر CNN بالعربية. من هون لوقتها كونوا بألف خير.